بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة علاء حسين الربيعي. بالبداية أقدم شكري وتقديري إلى الأخ الناشط المدني محمد الحسيني على عدة مبادرات توصيل صوت الجالية العراقية إلى المسؤولين ولا المحطات الفضائية. مثل ما تعرفون قبل كم يوم كان أكون لقاء مع أستاذ محمد على قناة الرشيد، وأكو كان حديث اللي على قناة الرافدين، لكن احنا نحاول بشتى الطرق توصيل معاناة الجالية العراقية المتواجدة في الأراضي التركية. أريد ألخص هذا اليوم الفيديو يعني بنقاط مواضيع مهمة، وأتمنى تشاركون هذا الفيديو. طبعا كل واحد يقدر يشارك هذا الفيديو أي موقع، يعني يقدر خاصة الفيسبوك أو التيك توك، حتى لو يقتطع من عنده فقط النقاط ماكو مشكلة، لكن حتى نقدر نوصل صوتنا كعراقيين إلى الجهات المختصة. تعرفون احنا عندنا النقطة الأولى العراقيين، خاصة يعني احنا سفير عراقي لحد هذه اللحظة ما موجود في تركيا، يعني أي واحد يمثل العراق في تركيا ما موجود، يعني كسفارة سفارة تقوم بعملها بس مو بالصورة المطلوبة، لكن سفير لحد هذه اللحظة ماكو كمنصب. عندنا النقطة الثانية الجوازات العراقية. تعرفون اكو مطبعة جدي في اسطنبول يطبعون الجوازات العراقية، قبل فترة حسب ما افتهمنا من ابو الجوازات مدير الجوازات انه تم طبع 3000 جواز، لكن بنفس الوقت عراقيل عرقلة بهاي المعاملة، يعني شخص يروح يريد يجدد الجواز مالته يبقى شهريا او 3 اشهر حتى يجدد الجواز. تعرفون اللي مو في محافظة، يعني مو في ولاية اسطنبول، خلينا نقول بغير ولاية، لما يوصل ويروح وحجز موعد وكذا تعب. يعني نتمنى احنا يفتحون فروع لهم في عدة ولايات او تسهيل هذا الامر، يعني بدل ما واحد يروح يقدم الجواز ورا شهر يستلمه وشهرين، يحاولون يسوون في الطريقة وتوصيلها، يروح يكمل يوقع ويوصلوا له للولاية اللي هو ساكن بها. اتمنى هذا الشيء عبر او من خلال مكاتب خاصة تابعة لهم. عندنا البطاقة الوطنية ايضا، عرقلة في البطاقة الوطنية. طبعا البطاقة الوطنية تعرفون اكو ناس دخلت الى اراضي تركيا قبل ما يستخرج البطاقة الوطنية لظروف خاصة عنده، كان يكون كان مهدد او ظرف معين ودخل تركيا. لحد هاللحظة البطاقة الوطنية كلش صعب استخراجها من تركيا. عندنا اجازة السوق، هو يعانون من اجازة السوق، يعني شخص يريد يشتري سيارة تركيا وعنده اجازة سوق عراقية، اجازة السوق العراقية من الترجمها راح تمشي بها 6 اشهر فقط، لكن من تريد تستخرج اجازة سوق تركيا وتريد تروح تسوي صحة صدور باجازة السوق العراقية تتأخر سنة. هاي صحة الصدور انت تروح تقدم وتتأخر سنة يلا توصلك، يعني هذا المواطن العراقي شنو ذنبه؟ انت من يجي يشتري سيارة يريد يرفه نفسه ويرتاح. هذه من ضمن النقاط المهمة والمشكلة اللي يعانون منها العراقيين. عندنا تصديقات وثائق الطلبة، عندنا تعرفون عندنا طلبة هواية عراقيين موجودين في تركيا، اللي يدرس بمدارس عراقية واللي يدرس بمدارس تركية. تعرفون أبو المدرسة التركية إذا يجي من العراق وينقل إلى مدرسة تركية، يعني هو بالعراق يداوم ويجي إلى مدرسة تركية راح يصدق الوثيقة مالته بالخارجية وكذا وكذا. أكو أمور دا يسووها منا مثلاً، يعني ما اعرف انت طالب الدوام ما تبدأ وتبقى شهرين وثلاثة بعد الوثيقة ما تمام مصدقة وغير مصدقة، يعني هذه المفروض تشوفون لها حل يا السفارة يا المسؤولين، تشوفون لها حل. طالب شنو ذنبه؟ ده يدرس وانت لحد اللحظة مأخر الوثيقة مالته. عندنا النقطة الخامسة اجور المدارس العراقية، اجور المدارس العراقية جدا جدا غالية. تيجي وياك مثلا يقول لك انت اذا 3 اخوان او عندكم خوال اثنين انا اسوي لكم تخفيض ينزل لك 100 دولار، يعني انا ما اعرف اشوفها صح. البنايه كمدرسه انت تاجر بنايه بنايتها غاليه، لكن انت عندنا احنا عندنا حكومه صح، هو المدرسه الاهليه مثل المستثمر هو يجي ياخذها، لكن اكو حكومه، الحكومه المفروض تدعم هذا الشيء. ما اريد اقول لك تعال افتح مدرسه حكوميه بتركيا، لا، نفس المدرسه العراقيه يا اخوان، يعني يا مسؤولين انتم يا اصحاب الاستثمارات واصحاب المدارس حاولوا شويه تقللون العبء على اهل الطالب. تعرفون الوضع صعب، الورق ببيش، الورق 147 يقرا 148 الف عراقي ال 100 دولار، يعني فانت من تشوفه يجي هناك مو مثل قبل تصريفه وترتيبه، يعني كمعيشه مو مثل قبل، العيشه كلش صعبه. اتمنى تشوفون تنظرون بهذا الامر.
وبنفس الوقت يعني اكو انه اكو مدارس معترف بها واكو مدى يعرفون. يعني هسه اكو يجي واحد يسالني اني يا مدرسه دجله معترف بها احنا في سامسون مثلا، انا اقول له اي معترف بها، شوف الناس دا تسجل. يقول لي تراث، اقول له اي معترف بها، الرياده معترف. وبالاخير نكتشف انه ما دا اسمه الرياده ودجله وغيرها، لنفرض يجوز مثلا الابتدائيه مالتها، المراحل الابتدائيه مالتها معترف بها، لكن المتوسطه غير معترف بها، لحد هاللحظه ما صادر بها كتاب. يعني المفروض هيك شغلات قوانين على صفحات خاصه للوزاره ينشرون على الاقل انه هاي المدارس المعترف بها وهاي المدارس الغير معترف بها، على مود الطالب لا يتورط يدرس ويكمل بالاخير يطلع ما معترف بها. يرجعون للعراق، تريد والله تصدق الوثيقه مالتك او تريد تعادل شهادتك او انت جاي من تركيا، ياخذوا ما ادري كذا مبلغ الله يسوي لي اياه. هواي امور. النقطه السادسه الماستر كارد. يعني شركات الماستر كارد كانت الكي كارد غيروها الى ماستر كارد النخيل وغيرها وغيرها. والله سنتين وانت كل سنه اريد منك شهاده حياته. يعني يا اخوان تدري هو الماستر كارد بيش بالعراق 10,000 اعتقد قالوا 10,000 يسووا او ب 25,000، خلينا نقول ويا الجماعه يقول لك اريد كارت ابو الخمسه وابو العشره، يسوي لك ب 25,000 يسوي لك ماستر كارد. تدري انت بتركيا اكو مكاتب تشتغل ب 150 دولار، يعني هو الموظف المتقاعد، يعني خلينا نقول متقاعد، الراتب يجوز كل راتب ما يوصل ثلاث ورقات 350 دولار. وكل سنه او ما ادري ايش وقت من يتوقف هذا الماستر كارد يجي يصرف عليه 150 دولار ده يحوله مثلا من كي كارد الى ماستر كارد، وباكر عقبه يطلع من ماستر كارد الى ما ادري شنو وهكذا. زين انت ما تفكر بهذا شلون؟ انت يا اخي شركه ثبتوها نفسها، تعاقدوا ويا شركه خلينا نقول هي ماستر كارد النخيل وبقوها انتهى بعد، لا كل سنه وسنتين مغيرين والله هاي الشركه فسخنا التعاقد وياها وسوينا تعاقد ويا غير شركه. وبالاخير من المنظر؟ المنظر هو المتقاعد المواطن العراقي. دوله اسوي لكم ماستر كارد لكم دولي يستخدم في كل الدول انتم كدوله، واخذ عليه اجور مو مشكله، اخذ عليه 100 دولار بالبدايه وكمله وهذا هو انتهى، تاخذون انتم النسبه مالته مالت الرواتب، ماكو داعي تسووها تخصصات يوميه شركه مسويها. هذا كمقترح. يعني نرجع على النقطه السابعه والمهمه، انه مشاكل الجاليه. شنو مشاكل الجاليه العراقيه؟ طبعا هاي المشاكل ما تخلص. احنا اني هسه اكو ناس راح تقول لك انت منو قال لك تمثل؟ اني لا امثل جاليه عراقيه ولا اريد ما حد، لا يعني ما اريد تقولوا لي انت مسؤول، اني مو مسؤول، لا اني مسؤول لاجئين ولا اني مسؤول جاليه ولا كذا، اني رجل يوتيوبر اعلامي كاتب عندي مواقع، ادير مواقع لا اكثر ولا اقل. حبيت اوصل صوتكم، هواي ناس تناشد تحكي لانه كقناه قويه اني او غير، شلون اوصل صوتكم؟ عبر القنوات الفضائيه للمسؤولين وكذا وكذا. زين المشاكل شنو؟ احنا عندنا مثلا شغله الاقامه السياحيه من توقفت، طبعا الحكومه التركيه مشكوره على كل ما قدمته لنا، استقبلتنا فتحت ابوابها لنا، احنا نشكر الحكومه التركيه وهذا قرار خاص بها من عارف. لكن عندنا ناس تاذت توقف الاقامه السياحيه، مثلا اكو اشخاص متهددين بالعراق، هو اجى قدم اقامه سياحيه وبلحظه فجاه رفضوا الإقامة مالته كتجديد، هذا متهدد بالعراق عشائريا مطلوب كذا تأذى. عندنا ناس طلاب مدارس يدرسون هنا متعلمين ورتبوا أمورهم وفجأة رفضوا، هاي انهار مستقبله كله، العائلة كلها انهار. مثلا أكو أصحاب عقارات يعني عنده شقة وهو وزوجته طو الإقامة، وما خلينا نقول مثلا عنده بنية عمرها أكثر من 18 سنة رفضوها، العائلة انهارت. ليش؟ يعني ما يقدرون يخلون بنتهم ترجع وحدها للعراق. هاي اكو امور هاي نريد احنا نوصلها. عندنا مثلا شغله اللاجئين، ولو انا ما لي حق احكي لا بالاقامه ولا باللاجئين، لكن هو كصوت نوصله. عندنا ملفات لاجئين رفضوا، شخص واصل شغلته للمحلفين والرفض، شخص متهدد ومقدم لجوء وهناك الرفض، هواي عندنا لاجئين تم رفضهم، ملفاتهم فعاله ورفضهم. زين لازم اكو فد مسؤول يجي يدافع عن هاي الحقوق، يا تعال هذا ليش رفضتوه؟ شنو السبب؟ شنو ليش؟ بهالحاله احنا كنا مهددين بالرفض. يعني ناس يجوز ما عندها شيء ورفضت، يقول لك انا اقدر، يجوز عنده بيت بالعراق يقدر يرجع يروح عادي، لكن اللي ما عنده بيت بالعراق، اللي مثل حالتنا احنا اللي سرقوا اراضينا وبهذلونا وطلعنا، وتريد ترجع وين تروح؟ لو تروح انت تنقتل، لو تروح راح تقعد بمكان لا شغل لا عمل. تشوفون وضعيه العراق من سيء الى أسوأ، لازم اكو شخص يجي يدافع عليك كمسؤول. احنا ما بدينا شيء، انا رجل مواطن عادي حالي من حالكم لاجئ، لكن يكون اكو فد مسؤول
يحكي عن حقوقك بكل شيء، سواء كانت إقامتك إنسانية على اليو إن، السياحية، العقارية، كلها. فيعني هذا حبيت أوضح لكم يا هاي المسألة، وأرجع أشكر الأستاذ محمد الحسيني الناشط المدني العراقي اللي متواجد في الأراضي التركية لإيصال صوت العراقيين. قبل ما أنهي هذا الفيديو أتمنى تشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي، كل واحد اللي عنده صفحة عنده موقع يقدر يشاركه لإيصال صوتنا. وأي استفسار أنا حاضر طبعا، تشوفون الرقم بالشاشة زائد الحساب التيك توك، وبالوصف وبالتعليقات أرد عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.